ليلى فتاة صغيرة تعيش في قرية هادية. مرحبا يا عمي، كيف حالك؟ أهلا أهلا يا ابنتي ليلى، كيف أنت؟ أنت بخير يا عمتي؟ داعية لك بطول العمر يا ابنتي. تعرف ليلى باسم آخر في قريتها، وهو ذات القبعة الحمراء، لأنها كانت دائما تضع قبعة حمراء على رأسها. كيف حال البقرات؟ كان الجميع يحب ليلى لطيبة قلبها، ولكن ما قصة هذه القبعة؟ أهلا بك أمي. لقد انتهيت من صنع هذه القبعة الحمراء الجميلة من أجلك. إنها جميلة جدا، ارتديها لأراها، إنها مناسبة جدا. مبارك عليك يا ابنتي. شكرا. جدتي، عندما أكبر سأصنع لك وشاحا. بارك الله فيك، أنا سعيدة لأنني استطعت أن أفرحك يا صغيرتي. ولهذا كانت ليلى ترتدي قبعتها الحمراء دائما. وفي يوم من الأيام، ماذا؟ جدتي مريضة؟ نعم. هل مرضها خطير؟ لا، فلقد صارت صحتها أحسن الآن يا ليلى، ولكنها لن تستطيع زيارتنا يا ابنتي. ماذا؟ ولذلك حضرت بعض الحلوى مع كثير من الزبدة والحليب، وكل ما أريده منك أن توصليه إلى جدتك. أذهب الآن؟ إذا رأتك جدتك وأكلت من الحلوى وشربت حليب الطازج ستصير صحتها أفضل. سأوصل هذه الأشياء إليها بسرعة يا أمي. انتبهي على نفسك. حاضر. ليلى انتظري، تمهلي ولا تركضي، لأن السلة إذا وقعت من يديك سينسكب الحليب ويفسد كل الطعام الذي فيها، ولن تتناول جدتك شيئا. حاضر، لن أركض. وإذا وصلت إلى بيت جدتك فسلمي عليها بصوت عال وقبلي يدها. هل فهمت؟ سأفعل كل ما أوصيتني به يا أمي. بأمان الله. إلى اللقاء يا أمي. إلى اللقاء يا ابنتي العزيزة. ليلى، صنعت هذه الحلوى للأولاد، فتعالي وكلي واحدة. شكرا لك يا خالة، أعتذر إليك لأنني سأذهب إلى جدتي. إلى بيت جدتي. كان منزل الجدة يقع داخل الغابة. كان ذلك الرجل صيادا يصطاد داخل الغابة. أرعبتني يا سيدي، حسبتك غريبا. آسف لأنني أرعبتك، كنت أختبئ للصيد. قولي لي، لماذا تمشين وحدك هكذا داخل الغابة، وإلى أين ذاهبة؟ ذاهبة إلى جدتي المريضة. أرجو لجدتك الشفاء العاجل، لكن عليك الحذر جيدا، وأبقي عينيك مفتوحتين، لأنني رأيت الذئب الشرير يتجول هنا. ماذا؟ الذئب الشرير؟ نعم،
إنه جائع دائما يا ليلى، ينتظر الأطفال الصغار كي ينقض عليهم هكذا. لا تخافي، بل خذي حذرك منه جيدا. شكرا جزيلا لك يا سيدي. إلى اللقاء. رافقتك السلامة أيها الصياد. اعتني بنفسك جيدا يا ليلى. ذهب أخيرا هذا الصياد، لقد كاد يغمى علي حينما شاهدت بندقيته. على كل حال، ما يهمني هو هذه البنت السمينة، يبدو أنها وجبة طعام لذيذة سآكلها، ولكن ليس هنا. قالت تلك الفتاة إنها ذاهبة لزيارة جدتها المريضة، إذا سآكل جدتها وبعد ذلك آكل الفتاة، ولكن لابد من خطة. إذا سأذهب إلى بيت الجدة أولا وآكلها. أنا هنا يا ابنتي، تفضلي. ستكون وجبة دسمة. أعد الذئب الشرير خطة ماكرة وركض كي يسبق ليلى إلى بيت الجدة، لكن كيف يصل إلى منزل الجدة وهو لا يعرفه؟ يا ذات الوشاح الأحمر. هيا ابتعد أيها الذئب الشرير. أرجوك انتظري يا صغيرتي، فأنا أريد أن أتكلم معك. أنا لست ذئبا شريرا، أنا ذئب ولكنني طيب وقلبي رقيق. هناك ذئب قلبه رقيق؟ سمعت بطنك يصوت من الجوع، إذا فأنت الذئب الشرير. لست أنا يا صغيرتي، بل إنها أصوات البلابل. انظري إليها قبل أن تطير. لكنني لا أرى أي بلابل. أنت السبب، صرخت بصوت مرتفع فخافت وطارت. لدي شك كبير في كلامك هذا. طيب استخدمي عقلك وفكري جيدا، لو كنت شريرا لما كنت سأتصرف بلطف وكنت أكلتك في الحال. صحيح، ولكن كل الحق على أجدادي الذئاب الذين كانوا يفعلون أشياء سيئة دائما، حتى لو كان هناك ذئب جيد فلن يصدقه أحد. صدقتك حسنا، أنت ذئب جيد وطيب. أشكرك يا صغيرتي. والآن أخبريني إلى أين تذهبين؟ أنا ذاهبة لزيارة جدتي المريضة. مسكينة، وأين يقع منزل جدتك المريضة؟ يقع في طرف الغابة الشرقي تحت شجرات البلوط الثلاث الكبيرة. وماذا تحملين في هذه السلة؟ حليب وحلوى صنعتها أمي. هذا كل شيء؟ نعم كل شيء، هل هناك شيء آخر؟ بالتأكيد، انظري حولك. كيف لم تنتبه على هذا؟ فالأزهار جميلة وتفتح الشهية. صدقت. وإذا قدمت الحفيدة أزهارا جميلة لجدتها ستفرح كثيرا. وإذا شمت الجدة رائحة الأزهار ستشفى من مرضها. هذا صحيح. لا تلتفتي إلى أي شيء آخر يا ليلى، ولكن الأزهار ستسعد جدتي التي أحبها. أشكرك جدا على هذه النصيحة الرائعة، فأنت ذئب جيد وطيب حقا. ما أجمل الزهور. أقطف من هنا أم من هناك؟ خدعتها بسهولة، فتاة ساذجة جدا. أشجار البلوط الثلاث، أشجار البلوط الثلاث، ها هي.
من هناك؟ افتحي يا جدتي، أنا حفيدتك ليلى. أحضرت لك الحليب الطازج والحلوى. جئت لزيارتي أخيرا. ادفعي الباب بقوة وادخلي، إنه مفتوح. مرحبا يا جدتي. ستفرح جدتي كثيرا بهذه الأزهار. انتظر أيتها العصافير، أنا قادمة لأطير معك. حقا إنها غابة جميلة جدا. سأصنع لكم تيجانا من الأزهار الجميلة، ولكل واحد منكم تاج جميل. هيا استعدوا، هيا. ستشكل هذه الأزهار أجمل التيجان في هذه الغابة. ولكن ليلى نسيت ما وعدت به أمها. سوف أصنع عقدا لعنقي من هذه الأزهار. أما في بيت الجدة فقد كان شيء آخر. لم أشبع هكذا منذ زمن. بعد قليل سآكل الحفيدة. ولكن علي أن أستعد لأنها على وشك الوصول إلى هنا. هذا مناسب. ليلى ادخلي يا ابنتي. وجدتها. لا 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 لا. الغابة جميلة حقا. شيء رائع. ليلى، لا، صوتي مختلف. سأتمرن. تفضلي يا ليلى. جدتي افتحي. وصلت. أنا ليلى يا جدتي، وجئت لزيارتك. ادخلي يا ليلى، الباب مفتوح، ادفعيه وادخلي. مسكينة جدتي، لقد تغير صوتها بسبب المرض. سأدخل. مرحبا يا جدتي، كيف حالك؟ أحضرت لك طاقة من الأزهار، قطفتها لك من الغابة. انظري إليها يا جدتي، إنها جميلة. شكرا جزيلا يا ليلى. ماذا أصاب أذنيك حتى طالتا إلى هذا الحد الكبير يا جدتي؟ أذناي؟ نعم، لكي أسمع صوتك جيدا يا صغيرتي. إلهي، ماذا أصاب عينيك؟ لقد كبرتا وصارتا مرعبتين. كبرتا لكي أرى وجهك الجميل يا صغيرتي. نعم. ويداك أيضا كبيرتان جدا. ما الذي أصابك يا جدتي؟ هذا لكي أمسك بك بقوة يا صغيرتي. ما هذا الفم الكبير يا جدتي؟ فيه أنياب قاطعة كأنياب الذئب. هذا لكي أبتلعك دفعة واحدة. أنت
أكلت الجدة والحفيدة، كانت وجبة دسمة جدا، لذا أشعر بالنعاس. هذه أول مرة أنام على فراش وسرير. تعبت من مطاردة هذا الذئب الشرير، فهو لم يظهر اليوم. هذا هو بيت جدة ليلى ذات الوشاح الأحمر. ترى هل وصلت إلى جدتها بسلام؟ جدة ليلى تشخر شخيرا عاليا هذا اليوم. ها؟ أخيرا وجدتك أيها الذئب الشرير. بحثت عنك في كل مكان، وهذا آخر مكان كنت أتوقع أن أجدك فيه. قرر الصياد أن يطلق النار، ولكنه شك في أن تكون الجدة وليلى في بطن الذئب المملوءة. بطنه مملوء، وهذا يعني أنه قد يكون ابتلع ليلى وجدتها. سأتحقق ذلك. أخذ الصياد مقص الجدة العجوز وشق به بطن الذئب. كنت أختنق، فبطن الذئب مظلم جدا أيها الصياد. الحمد لله، رأيت النور. جدتي. الحمد لله. الحمد لله على السلامة. شكرا جزيلا لك أيها الصياد الشجاع. لقد سخرك الله لنا، فشكرا لك أيها الصياد الشجاع. سأتصرف الآن مع هذا الذئب الشرير تصرفا يليق به. قل لي ماذا ستفعل به يا سيدي. أفكر أن أعاقبه كما يستحق. أحضري لي أحجارا يا ليلى. جمعت ليلى بعض الأحجار الصغيرة من الخارج، ثم وضعتها داخل بطن ذلك الذئب الشرير. اخرج من هنا بسرعة، وإلا أطلقت عليك النار. هيا تحرك بسرعة. Oh.
صحتك صارت الآن أفضل يا جدتي. بعد أن شاهدت وجهك الجميل وأكلت الحلوى وشربت الحليب صرت أفضل من السابق بكثير يا ليلى. نجحت مهمتي إذن. ومنذ ذلك الوقت وعدت ليلى أنها لن تخلف وعدا تقطعه على نفسها، وألا تلتفت إلى أي شيء آخر غير الهدف الذي تريده.